ورجعنا لكم تاني على الهواء مباشرة من اسكندرية، من مكتبة اسكندرية، من المفاجآت الحلوة اللي طلت علينا على الريد كاربت، وصول سلاف فواخرجي من سوريا. وانا طبعا سعيدة جدا لانها كانت وحشاني بجد جدا جدا جدا، وهي كانت موجودة السنة اللي فاتت في مهرجان اسكندرية ليها فيلم كمخرجة، واخدت الجايزة واسعدت الشعب السوري كله بجوائز جميلة رجعت بيها سوريا. النهاردة هي بتنور المهرجان كضيف شرف، اعتقد مفيش فيلم. لا، لجنة التحكيم. لجنة التحكيم، هي عضو لجنة التحكيم في المهرجان، فقاعدة معانا المهرجان كله، هنعرف منها أخبار سوريا، هنعرف منها حاجات كتير جدا. منوران. الله يخليك يا بوسي، كتير اشتقت لك واشتقت لمصر والإسكندرية واشتقت لهوا مصر. يعني أعمل المهرجان مرتين في السنة عشان تيجي ولا أعمل إيه؟ لا، أجي من غير مهرجان. المفروض يعني، مش كده؟ طولتي علينا المرة. ايه والله انا كتير كتير اشتقت لمصر، بس حسب الظروف حسب الشغل. بس يعني يمكن انا من الحاجات اللي بتهون عليا الانستجرام، بشوفك متألقة، كنت في السودان عاملة حالة جميلة جدا، كلميني عن التجربة دي. كان في تكريم بالسودان، كتير اسعدني التكريم، ودخلت يعني على الجو التقليدي السوداني باللباس وبالحنة والحالة، وكان يعني الناس استقبال السودانيين لي رائع جدا جدا جدا، يعني اهل كرم واهل ضيافة، حسيت حالي عند اهلي يعني. اكيد انت كل مكان بتروحي فيه بتحسي ان انت في وسط اهلك، وانت طبعا شفتي السنه اللي فاتت هنا لما جيتي مهرجان اسكندريه كنت بالنسبه لنا ايه؟ انا طبعا انا مصر، وقت بحكي عنها كاني عم بحكي عن سوريا، يعني من دمي، يعني شيء هيك عم يمشي بدمي، وفضل مصر علي دائما دائما بذكره، دائما بحكي عنه. فلما بقول انه انا ما بقول انا رح يعني رايحة مصر، بقول أنا راجعة مصر، مثل الواحد اللي بيرجع على بيته، فهون بيتي وناس. اسمهان، ليكي بيت هنا يا اسمهان ولا إيه؟ ولا إيه؟ ده أنت كان المفروض إن أنت يعني بعد العمل ده خلاص هتاخدي شقة وتستقري وتبقي هنا في مصر معانا على طول، ولكن طبعًا أنا عارفة وطنيتك وحبك لسوريا، مش عايزة تطلعي من البلد إلا لما حالها يستقر. إن شاء الله، إن شاء الله حالها بيستقر وبيجي على مصر وبنرجع مثل ما مثل قبل وأحسن إذا الله. طمنيني، شجر الياسمين لسه ريحته حلوة في شوارع سوريا؟ الياسمين مثل ما هو، رغم كل شيء ضل ابيض وضل طاهر ونقي، وما في احلى من ياسمين الشام، ومشتاقه تروحي على الشام، كثير مشتاقه الياسمين لك واهل الشام كلهم. انا كان المفروض هاجي، كان في مهرجان، وعايزه ابارك لمحمد الاحمد انا بقى وزير الثقافه، وان شاء الله نيجي قريب واجي الفيلم ليكي، لان انا وعدتك ان كنت هاجي الفتره الاحتفال بفيلمك بتاعك هناك، ولكن كانت الظروف لا تسمح وقتها، كان عندي مهرجان تاني، بس ان شاء الله حاجه صور كواليس. بتصوري ايه؟ لسه هلا عم بقرا ورق، سوري او مصري لسه ما اعطيت اي راي. يعني يا رب يكون سوري عشان اجي سوريا. اهلا وسهلا فيكي، بتجي دائما بيتك واهلك. ماما معانا في المهرجان ولا ما جاتش؟ لا للاسف ما اجت معي هالمره، يمكن هي اول مره ما بتجي معي بالمهرجان، بس يعني حسب الظروف ما قدرت تجي. هبعت لها تحيه من خلال نهار سينما، وتحيه لاهل سوريا كلهم، بقول لكم وحشتونا وحشتونا بجد، واللي بيهون علينا ان احنا بنشوف اجزاء او قلوبكم الحلوه في نجومكم اللي بتيجي تحضر المهرجانات وبتكون معانا. وطبعا كلنا عارفين سلاف حبها وطنيتها لسوريا قد ايه، وانها برغم كل الظروف قاعده ومتعايشه باولادها، ما خافتش، مناضله بفنها ورسالتها واعمالها، اخرجت اعمال وصورت في اعمال، وبتقول الفن السوري موجود، وطلعت شرفت اسم سوريا في مهرجانات ورجعت لسوريا بجوائز. سلاف عايزاكي في اللجنه تكوني رحيمه زي ما كانوا رحماء بيكي، وتجيب لنا جوائز حلوه ويكون فيهم جايزه لسوريا. ان شاء الله رح احاول كون يعني مثل مع زملائي في انصاف في عداله، مثل ما السنه الماضيه كان قلبي على ايدي وناطره جائزه وناطره تكريم، فرح احاول اكيد يعني. في عمل سوري في الافلام اللي هتشوفيها؟ في افلام سوريه وفي افلام مصريه اكيد، يعني مثل اي حدا هو بيكون متعصب، بس انا لا، انا بالاخير فنانه، بدي اكون متعصبه لفني، متعصبه للابداع، متعصبه للشيء الاحسن. وبالاخير نحن هلا مثل ما شعار السينما المهرجان هو السينما والمقاومه، فنحن بهمنا انه نحن نعمل شيء يحكي عن او نشوف افلام تحكي عن المواطن العربي بظل هي الظروف الصعبه كثير، فان شاء الله نكون عادلين. من
إن شاء الله. أنا سعيدة بوجودك وهنكون مع بعض طول المهرجان، تشوفي أفلام ونتفسح على البحر. منورة حياتي اسكندرية، منورة فيكي وبأهل اسكندرية وأهل مصر. يا روحي بوسي. شكرا.